مش هنسى ان انا عايز اشوف انس اللاعب بتاع اسوان، ومش هنسى ان انا اقول ان الحاجه فرحانه لازم نعمل لها حاجه باسمها في سينا وفي مصر، في سينا وفي مصر. الحاجه فرحانه الست العظيمه اللي نموذج للمصريه للبدويه للعربيه للسينويه في وقت صعب جدا جدا كانت بتقدم، والنهارده ربنا يا رب يديها العمر والصحه. بنقول لها متشكرين، وارجو ان احنا نوجه لها التحيه كلنا لو سمحتوا. في سينا نعمل حي باسم الحاجه فرحانه عشان نفتكر، ودايما نبقى مش هقول فاكرين الجميل. في ناس كتير قدمت كتير قوي لمصر في كل الاوقات وفي كل العصور، لكن فرصه النموذج اللي موجود في الحاجه فرحانه، ونعمل حاجه ايضا في القاهره، يعني محور او حاجه رئيسيه كده، برضه نقول للمصريين اللي في القاهره شوفوا اهلنا اللي في سيناء عملوا ايه.